بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متابعينا الكرام في درس من دروس التحليل ضمن عملية تصميم تجربة المستخدم. مرحلة التحليل هي المرحلة الثانية التي ابتدأناها وأعطينا فيها مجموعة من الدروس. اليوم سنتكلم عن الأدوات. اليوم لما بدنا نوصف مشاكل بيعاني منها الجمهور، بدنا نشوف الجمهور كيف بده يمشي مع هذا النظام اللي احنا رايحين نصممه له، يجب أن نقدم له User Flow Diagram اللي هو مخطط تدفق المستخدمين. ما هو مخطط تدفق المستخدمين؟ كل مستخدم يا جماعة له هدف معين من النظام أو مجموعة من الأهداف اللي أنا بدي أحققها من خلال هذا النظام. يجب أنه أنا أعرف لكل مستخدم ما هي أهدافه حتى أحقق له رحلة مستخدم تبدأ من البداية وتتقل معاه من مرحلة إلى مرحلة. تدخل مرحلة إدخال معلومات، مرحلة تحقق، مرحلة إدخال مرة أخرى، مرحلة دخول على عمليات معينة، وهكذا أنا بأنتقل في المستخدم من البداية إلى النهاية. هذا الانتقال من البداية إلى النهاية تحقق فلو دايجرام أو اليوزر فلو دايجرام لهدف واحد لهذا المستخدم. أصبح اليوم أنا في عندي مفهوم المستخدم وحاجة المستخدم ورحلة المستخدم، ونتكلم بالدقة هنا أهداف المستخدم التي سنترجمها إلى مخططات للتدفق. طيب ماذا عن التدفق؟ بنعرف التدفق هو المسار اللي بده يمشي فيه المستخدم من البداية حتى النهاية ليحقق هدف واحد، وهذا حيكون رحلة من رحلات المستخدم على هذا النظام. إذن اليوم مخططات تدفق المستخدمين تهدف إلى ترتيب مزايا النظام والموقع حتى يتناسب مع هذا الجمهور ومع أهداف هذا الجمهور ومع تدفق الجمهور نحو تحقيق أهدافه على النظام أو التطبيق أو الموقع اللي احنا رايحين نقدمه لهذا المستخدم. طيب اليوم طالما أنا بتكلم عن مخططات، أصبح اليوم في عندي أدوات بستخدمها لهذا المخطط. من الأدوات؟ قبل ما نتكلم في موضوع الأدوات، هي بنتكلم عن الخطوات زي ما تفضلنا توي، تعريف رحلة المستخدم، بنتكلم يجب أن نحدد المعلومات اللي بدنا نستخدمها في رحلة المستخدم، ومن ثم نجسد ونتخيل هذه الرحلة كيف بدنا نمشي فيها مرحلة مرحلة ونحطها ضمن مخططات موجودة، ومن ثم نرسم هذه المخططات لندخل إلى موضوع الاختبار والتحسين والتجويد لهذه الرحلة أو لهذا المخطط حتى يكون معبر عن رحلة حقيقية يستخدمها المستخدم في هذا النظام. طيب تعال نشوف ايش الادوات اللي حنستخدمها. اول اداة بنتكلم عندي هنا مجموعة من الاشكال، هذه الاشكال نستخدمها حتى نعبر عن المرحلة التدفق او مخطط تدفق المستخدم. المرحلة ونقطة البداية حتكون عبارة عن شكل بيضاوي تعبر عنها نقطة البداية ونقطة النهاية. أصبح نستطيع أن نعبر بالشكل البيضاوي عن نقطة البداية والنهاية. طيب إدخال أو إخراج، في حال أنه أنا بدي أخلي المستخدم يدخل اليوزر نيم والباسورد في شاشة الإدخال، أو في عندي مثلا إدخال بيانات المستخدمين في شاشة الساين أب اللي هم شاشة إنشاء حساب جديد، أصبح أنا في عندي اللي هو الشكل المعين هذا الذي يعبر على أنه أنا الآن بدي أوقف العميل عند مرحلة أنه يدخل بياناته في هذا النظام. طيب إذا في عندي عملية، كيف بعبر عن العملية؟ من خلال شكل مستطيل حتى نعبر عن عملية، منها عملية تسجيل، منها عملية إدخال، منها عملية إخراج، منها عملية تحقق. اليوم وين في عندي عمليات؟ أنا بجسد العمليات في مستطيل مثل هذا المستطيل. طيب في عندي أنا عملية اتخاذ قرار. اليوم أنا دخلت مرحلة معينة، دخلت يوزر نيم وباسورد، بدي أتحقق من المستخدم هل البيانات تعبر عن مستخدم موجود أو غير موجود. أصبح اليوم أنا في عندي مرحلة يجب أن أقف فيها حتى يتخذ القرار إما نعم أو لا. ففي اتخاذ القرار بيكون في عندي مسار نعم أو مسار لا ضمن هذا أو ضمن إجابة من إجابات على هذا السؤال في هذا المزمار أو في هذا الشكل. طيب هذه الأشكال أو هذه الرموز تعبر لنا
عن مخطط تدفق المستخدم، ولا ننسى موضوع الأسهم اللي بتمشي على موضوع إنه بتمشي معي من نقطة إلى نقطة، من البداية إلى النهاية. طيب تعال نأخذ مثال بسيط حتى يعبر لنا هذا المثال عن موضوع كيف نعمل لوجن على نظام ما أو على تطبيق ما. أول شيء عندي البداية عبرنا عنها بالشكل البيضاوي، ومن ثم انتقلنا على إنه أدخل اسم الكلمة واسم المستخدم وكلمة المرور. هنا عملية، لما بقوله أدخل يعني أنا بعبر للمستخدم في رحلته ليحقق عملية الدخول إلى الموقع بمستطيل، هي عملية إدخال. إيش بده يدخل؟ اليوزر نيم والباسورد، اسم المستخدم وكلمة المرور. ومن ثم سننتقل من عملية الإدخال إلى عملية اتخاذ القرار. هنا سنسأل هل المستخدم مستخدم جديد؟ هل المستخدم مستخدم مرخص لديه حساب قديم أو لا حساب له في المنظومة؟ إذا كان لا حساب له في المنظومة فبيرجع لنقطة البداية، إنه أنت ما إلك حساب حتى يدخل مرة تانية ويعمل عملية إدخال مرة أخرى. شفنا كيف طلعنا بالسهم هنا في حال كان الإجابة بلا. أما إذا كانت الإجابة بنعم، أن المستخدم موجود ويوجد لديه يوزر نيم وباسورد، أي له حساب في المنظومة، ننتقل إلى عملية أخرى، الدخول في الحساب المسجل. أصبح هو دخل إلى الموقع بحسابه المسجل، ومن ثم يقوم بعملية أخرى، تغيير اليوزر نيم والباسورد حتى يكون في عنده نوع من الموثوقية والسرية في هذا الموقع. وآخر شيء سيكون له تسجيل الخروج حتى نحقق النهاية. هذا المخطط يا جماعة يعبر عن تدفق المستخدم في عملية اللوجن اللي بده يدخل من خلالها على المستخدم على التطبيق أو على الموقع الإلكتروني. هيك إحنا بنكون فصلنا قليل من التفصيل وعبرنا عن الأشكال حتى نقدم مخطط تدفق المستخدم. طيب في مثال آخر، المثال الآخر لاحظ معايا أنا بس المثال هذا باللغة الإنجليزية، أنا حتكمل أتكلم معكم كيف إحنا عملنا expansion، يعني كيف وسعنا المثال الأول ولكن بأشكال واختيارات وتعددات متنوعة أكثر من البداية. أول شيء هنا عبرنا عن البداية، إيه نقطة البداية بالشكل البيضاوي أمامنا، already a member، هل أنت عضو موجود في داخل المنظومة أو التطبيق؟ إذا كان نعم بده يدخل اليوزر نيم أو الإيميل والباسورد. إذا مش عضو بده يروح يعمل ساين أب، بده يسجل عضوية جديدة. في عنده مجموعة من الخيارات بالمناسبة، هنا دخل نو يعني هو مش عضو موجود، يعني ما إله حساب في الموقع. طيب طالما ما إلك حساب في الموقع بدك تروح، هل بدك تسجل؟ هنا سؤال، نعم بدي أسجل، يس، أصبح عبي الفورم، دخل مين؟ بياناتك على النموذج، أصبح هذه عملية تسجيل البيانات على نموذج. طيب want to register؟ نو ما بديش أسجل. طيب هل بدك أنت تدخل من خلال الفيسبوك أو جوجل أكاونت أو أكاونت أخرى من أكاونت السوشيال ميديا الخاصة فيك؟ إذا هو بدوش يسجل بيانات جديدة، يعني بدوش يسجل عضوية جديدة في الموقع، في إمكانية أنه يدخل على الفيسبوك أو من جوجل. طيب هنا بنسأله إذا أنت بدك تدخل من خلال فيسبوك، يس اوكي، اعمل فيسبوك اوثنتيكيشن، يعني اعمل تحقق، ادخل من حسابك تاع الفيسبوك حتى تدخل في عملية مين؟ اللوجن، وتدخل في الموقع هذا اللي احنا اديناك فيه اكثر من خيار في عملية التسجيل وعملية الدخول. ومن ثم اذا كان الفيسبوك مش هو الاساس في عملية الدخول، اصبح بدك تدخل عبر الجوجل. اذا ما بدك تدخل اخرج من العملية، اصبح انا اديتك كل الخيارات هنا. اذا ما بدك والله لا جوجل ولا فيسبوك ولا تعمل ريجستريشن ولا انت عندك حساب، خلاص اخرج من العمليه، ما بيلزم تدخل موقعنا. ولكن اذا كان هو بده يدخل عبر حساب جوجل، بده يدخل يعمل جوجل اوثنتيكيشن، عمليه اللي هو التحقق من حساب الجوجل الخاص بهذا المستخدم حتى يدخل ايش كيوزر نيم او يعمل عمليه دخول حقيقيه ناجحه على هذا النظام، ومن ثم يكون عندي ايش دخول حقيقي، هي العمليه النهائيه في بالمناسبه في الموضوع. اصبح وصلنا للعمليه النهائيه، هي عمليه الدخول والتسجيل الى الموقع، التسجيل مش هي عمليه التسجيل والدخول الى الموقع عبر مجموعه من البدائل الموجوده امامنا. هذه الهدف الاساسي لهذا المخطط، ركزوا معايا، انا المخطط عبر لي عن هدف واحد وعن
الجيرني او الرحله اللي بده يمشي فيها المستخدم من البدايه الى النهايه ليحقق هدف واحد مش اكثر من هدف، الا وهو عمليه الدخول الى الموقع. نرجع فيها مره ثانيه نتكلم، بدينا هنا، هل انت عضو موجود معنا؟ نعم عضو موجود، اصبح داخل اليوزر نيم والباسورد. انت مش عضو، روح اعمل عمليه تسجيل. اذا بدك تسجل اعمل عمليه تسجيل، ما بدك تسجل ممكن تدخل عبر الفيسبوك، ما بدك تدخل عبر الفيسبوك بتروح تدخل عبر جوجل. اذا بدكش عبر جوجل اطلع من النظام، اذا بدك عبر جوجل ادخل اعمل اوثنتيكيشن. انت دخلت عمليه تسجيل حقيقي ودخلت الموقع بشكل حقيقي. انت بدك تدخل عبر فيسبوك ادخل عبر حسابك فيسبوك، اعمل توثيق لحساب الفيسبوك، ادخل ايش؟ دخول حقيقي الى الموقع ودخول امن الى الموقع. بهكذا حالات وبهكذا مثالين احنا فسرنا ايش هو اليوزر فلو دايجرام، ايش هو مخطط تدفق المستخدم، ايش الاشكال اللي بنستخدمها حتى نعبر عن هذا المخطط، الهدف من هذا المخطط، الاشياء الاساسيه اللي انا بدي استخدمها في هذا المخطط من بدايه عمليه اتخاذ قرار، عمليه موجوده انه هنا عندي هدف واحد يجب ان يعبر عنه من خلال هذا المخطط. بكون في هذا في هذه النقطه وصلت لنهايه هذا الدرس. بتمنى انه يكون عندكم اليوزر فلو دايجرام معلوم ايش استخداماته، معلوم كيف نستخدمه، شفنا امثله عنه. بتمنى يكون الدرس نال اعجابكم وكان سهل وبسيط. واي استفسارات لا تنسوا تسالونا، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.